منشد يعني الذي يعرفه، يعني يأخذ اللقطة ويذهب بها إلى مكان يعني الأشياء الضائعة، في مراكز للأشياء الضائعة. لكن مثلا بعض الناس يتساهل، يلاقي سبحة، يلاقي شبشب، يلاقي أي حاجة يستسهل ويأخذ. لا، دي من خصائص الحرم، أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ الشيء الضائع أو المفتقد ده إلا إذا أراد إيه التعريف، يعني هيسلمه المركز الأشياء الضائعة. حتى لو سبحة. نعم؟ حتى لو سبحة. حتى ولو شيئا قليلا. ولو شيئا قليلا. كذلك تنفير الصيد ولا ينفر صيده، يعني الحرم. يعني المحرم وهو ماشي، حتى غير المحرم. ما دام في مكة مثلا يلاقي حمامة ما يضربهاش كده مثلا، أو يعملها برجله كده عشان تطير، لا. لا يجوز. حتى قال العلماء في جزاء الصيد، سيدنا عبد الله بن عمر كان يفتي بأن قتل الحمام بشأن، يعني من قتل حماما من حمام الحرم عليه شاه. انظر، يعني العلماء قالوا بالذات يعني الحمام هو حتى يعني ليست كشكل الشاه، لكن سيدنا عبد الله بن عمر كان يفتي من صاد حمامة أو قتلها فعليه أن يذبح شاة تكفيرا لقتل هذه الحمامة أو صيدها. انظر إلى التأمين ومن دخله كان أمين. تأمين هذه الأشياء، الأشجار والطيور والحيوان والإنسان، ممنوع الإنسان وهو في الحرم أن يزعر هذه أشياء. كان سيدنا عبد الله بن عمر يقول يعني لو رأيت الغزلان في الحرم تمشي ما زعرتها، يعني ما خوفهاش كمان، يعني ما تشيل عليها عشان هي تجي. انظر إلى الاحترام والتوقير للحرم، لأن حتى أهل الجاهلية كانوا يوقرون الحرم. يقول لك لو نظرت إلى قاتل، لو رأيت قاتل أبي في ما نظرت إليه، لأنهم كانوا يخافون من الحرم قبل الإسلام. فخلي بالك يعني وأنت ذاهب إلى هناك، هذا مكان عظيم يجب على المسلم فيه أن يجتنب كل شيء يغضب الله تعالى. وانظر إلى القرآن، قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذه الأشياء من محظورات الإحرام. واحد يقول يعني هي حلال قبل الإحرام؟ لا، دي بس تكون أشد حرمة، أشد حرمة في الإحرام وفي مكة. فلا رفث يعني لا كلام في الجماع، هذه معنى المراد بالرفث. فلا رفث يعني حتى مقدمات الجماع أو الحديث فيها، يعني حديث الرجل مع امرأته في شأن الجماع ممنوع، من ضمن محظورات الإيه؟ محظورات الإحرام. والفسوق هو الخروج عن طاعة الله، زي مثلا كتأخير الصلاة عن وقتها، هذا فسوق. هو بيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في الحج وفي الحرم من أجل البيع والشراء والانشغال بالأمور الدنيوية. يروح السكن تجيب يصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والفجر بعد طلوع الشمس، هذا فسوق، هذا داخل في الفسوق والخروج عن طاعة الله تعالى. ولا جدال في الحج، برضه من ضمن الأشياء المحرمة أو تكون أشد حرمة في الإحرام الجدال. الجدال من إيه؟ من غير علم. يعني كثير جدا من العوام يجادل من غير علم، يقول له هذا حرام ولا من قال حرام؟ من قال؟
انت معك علم؟ لا، لكن هو يجادل او يقول ايه؟ لا، ده قالوا انها جائزه المساله دي من غير علم. هذا هو الجدال المحرم، هذا جدال محرم. فالمفترض طبعا الذي لا يعرف شيئا في العلم المفترض الا يجادل، لكن الاستفهام والسؤال ده جائز، لان ليس المراد به الجدال وانما المراد به الاستفهام، فيستفهم ولا شيء عليه. هذا معنى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل هذه اسمها محظورات، محظورات الاحرام. بعد ذلك حينما يصل المحرم الى مكه ان شاء الله تعالى، طبعا يصل الى الفندق ويريح المتاع ويعرف السكن، يجوز له ان يستريح، يجوز له ان يستريح، لكن اذا نام ما يغطيش الراس ولا الوجه، لأن كثير من الحجاج يناموا في التكييف ويروح متغطي لغاية فوق راسه. لا، أنت كده ارتكبت محظور، محظورات من محظورات الإحرام، ستر الوجه وستر الإيه؟ الرأس، وهذا أيضا محرم. فإذا تغطيت ونمت يبقى لغاية فين؟ لغاية الرقبة بس، الوجه ده مكشوف والرأس مكشوفة. لو استريح يبقى تحذر من غطاء الرأس والوجه. لكن لو الإنسان غصب عنه صحي ليه نفسه يعني غطى الرأس أو الوجه لا شيء عليه، يعني أي شيء يقع على سبيل الغفلة أو النسيان أو الخطأ لا شيء عليه، لا شيء عليه. حط إيه؟ مش كيف أيوه ايوه، كثير جدا انت تجد ناس مع الجهل في الحر في عرفه تلقاهم حاطين البشكير فوق روسهم، حاطين كم طبقه كمان، يعني عاملين زي العمه اللي هو الرجال تلقاهم رميه كده وحاطه فوق دماغه. فده طبعا ايه؟ عليه فديه الا اذا كان نسيانا او خطا، لكن مجرد التذكرة هذا ممنوع يا حاج، لو شال يبقى كده ايه؟ خلاص يبقى لا شيء عليه، لكن لو استمر يبقى عليه ايه؟ عليه فدية، لأنه يعني غطى رأسه في الإحرام وهي من محظورات الايه؟ من محظورات الإحرام. لكن وضع الكمامة مثلا، الكمامة اللي هي عشان التنفس يعني ما ياخدش ميكروبات من الجو، فيجوز وضع ايه؟ الكمامه، لانها ستر للفم فقط وليس ايه؟ للوجه، يعني ستر بعض للضروره، ستر بعض الوجه للضروره اللي هي الكمامه الايه؟ المعروفه. بعد ذلك النزول الى الحرم لأداء الركن الثاني من أركان العمرة وهو الطواف، الطواف بالبيت أو بالكعبة. طبعا الدخول من أي مكان، لأنه من السنة أن يدخل من باب السلام أو من باب بني شيبة، والآن الأبواب طبعا يعني اختلطت وذهبت، والسعوديين هناك لا يحافظون على مثل هذه الأشياء، فيدخل من الباب الميسر له ان يدخل، وهو يكون الانسان دائما يكون تابعا للجماعه لا يخرج عنها. دائما الانسان في الحج بالذات يتبع اوامر الجماعه واوامر المشرفين، يعني حتى لا يشز عن الناس. يدخل من اي باب، لكن لا بد ان يكون متوطئا، لان في بعض الناس يفكر ان
الطواف ده يجوز أن يكون من غير وضوء. وهناك فتاوى في الفضائيات تقول يجوز الطواف من غير وضوء. خلي بالك، هذه طبعا الأئمة الأربعة قالوا لا يجوز الطواف بغير وضوء. الإمام أبو حنيفة قال لم يقل إن الطهارة شرط الصحة، قال الطهارة واجبة، يعني لو طاف محدثا من غير وضوء عليه دم وطوافه صحيح، لكن عليه ايه؟ عليه دم ان كان حدث اصغر، ان كان حدث اكبر عليه جمل او بقره. لو طاف محدثا حدثا اكبر. السيده عائشه كما في البخاري قالت اول شيء بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضا ثم طاف بالبيت. ده دليل الايه؟ اشتراط الطهارة. طبعا التلبية تنقطع عند دخول الحرم وبداية الطواف، يعني المعتمر يلبي لغاية ما يخش الحرم ويبدأ في الطواف. إنما التلبية هي ذكر الحج، يمشي معاه ذكر الحج والمعتمر. فالمعتمر يلبي لغاية استلام الحجر، يعني أول الطواف. ساعة ما يبدأ الطواف ينقطع، يعني يلبي هو داخل الحرم، يعني من الفندق لغاية الحرم يقول لبيك اللهم لبيك وهو ماشي. بعد الوصول إلى الحرم والدخول فيه طبعا يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم إذا رأى الكعبة العلماء قالوا الإنسان له دعوة مستجابة عند رؤية الكعبة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الكعبة قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام. اللي ما يعرفش الدعاء ده يردده خلف من يحفظه. اللي ما يعرفش يقول حاجة، يعني ممكن الإنسان يدعو الله تعالى عند رؤية الكعبة بالدعاء اللي ربنا يفتح عليه به. يعني لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كفى. أو يقول اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء جامع، يبقى دعا بكل ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعاذ من كل ما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الصالحين طلب من الله ان يجعله مستجاب الدعوه. قال ما دام انا لي دعوه عند رؤية الكعبه مستجاب، انا اقول اللهم اجعلني مستجاب الدعوه. انت رجل ذكي. ثم بعد ذلك يعني قال انا ادعي بعد كذا بما اريد. بس هي تبقى خطر عليه هو لو دعا على ولده او امراته او نفسه هتستجاب. طبعا يكون حذرا بعد ذلك، لانه طلب من الله ان يجعله مستجاب الدعوه، فليحذر من الدعاء على الولد، لان احيانا يقول الولد الوحده تنتهي بس. يبقى كده يعني خرب بيته بيده. فلا بد ان يكون يعني ضابطا لغضبه. إلا دعا بما يدعو به الصالحون، الأدعية الجامعة، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وبذلك يعني
يكونوا يعني سائر خير الدنيا وخير الآخرة إن شاء الله. ثم يبدأ الطواف. احنا عاملين الكعبة دي بالذات علشان يعني بداية الطواف ونهاية، لأن الطواف يقول احنا له شروط صحة. أول شرط قلنا الطهارة من الحدث ومن الخبث، يعني لابد أن تكون الثياب طاهرة وأنت تكون متوضئا. بداية الايه؟ بداية الطواف لما الإنسان يدخل من باب الحرم إن شاء الله، في هنا ده ركن يماني، يعني أحيانا الإنسان يخش من باب ملك فهد يبقى جبال المنطقة دي، فهيضطر يمشي لغاية ما يوصل للحجر الأسود، يعني دخل من أي مكان يلف لغاية ما يجي هنا، لأنه ممكن يكون ساكن يعني عكس الحجر، ممكن يجي من جبال الحجر، ممكن يجي من الناحية الغربية من باب الملك فهد، يبقى هيظل يمشي يشوف الحجر الأسود فين، في علامة خضراء هتلاقيها هي جبال الحجر الأسود. فأنت تدور على العلامة الخضراء دي عشان هي دي بداية الطواف ونهاية الطواف، لأن من شروط صحة الطواف أن يبدأ من الحجر وأن ينتهي بالحجر. يعني الشوط الأول يبدأ من الحجر والشوط السابع ينتهي عند الحجر، لأنه في خطأان يعني العلماء نبهوا عليه، اللي هو إيه؟ يبدأ أحيانا من أن نشوف ناس داخل مثلا أحيانا تبدأ من البلد، يبقى بدأ منين؟ من بعد الحجر، يبقى الشوط ده ناقص لا يحسن المفروض، لأن هو المشكلة إنه بيبني عليه. وفي ناس الشوط السابع يطلع من هنا يروح ماشي على الصفا كده احيانا وما يكملش له، ده لو نقص خطوه او خطوتين باطل، يعني كده الشوط الاول ناقص والشوط السابع ناقص، يبقى شوطان ناقصان، يبقى كده يعني خمسه كوامل وشوطان ناقصان، يبقى كده ايه الطواف باطل. حتى على رأي الإمام أبو حنيفة اللي قال يعني ممكن إيه ليس شرط صح وإنما واجب اللي هو بداية الحجر، لكن عليه دم برضه عليه دم ما لم يعيد الطواف مرة ثانية، يعيد من ثاني إلا عليه دم. هو قال كده طبعا أبو حنيفة اللي هو بداية الحجر، يعني هو بيحسب يعني قال لو نقص الاول او الثاني يجبر بدم، عنده واجب يعني بدايه الحجر لو بدا بعض او انتهى نقله عليه دم، طواف صحيح لكن عليه دم. انا قدام النهارده ايه ب 2000 جنيه ونص، وهو دايم يعني لو جه سال بعد ما يجي هنا وقال حصل مني كذا ان انا بدات من الباب وخرجت قبل الحجر، نقول له عليه ده لا غير الإمام حنيفة بس، ده غير الإمام حنيفة يقول الحج باطل أو العمرة باطلة، فلابد الإنسان يحذر من هذه الأشياء. إحنا عاملين المجسد الكعبة ده بالذات علشان للتعليم. طبعًا الأصل إنه يذهب إلى الحرم ويقبله إن أمكن، يعني إذا كان الجولة السنة كما فعل صلى الله عليه وسلم بتقبيل الحجر. إذا ما قدرش يقبله كان العلماء يضع يده عليه ويقبل يده، أو لو معاه عصا أو أي شيء بطيء على الحجر ويقبل مكان الإيه؟ مكان التقبيل، يعني يقبل العصا مكان وضع الفم على الحجر، ده الأصل. إذا لم يفعل في الاستحام الشديد يبقى تكفي الإشارة تقول بسم الله الله أكبر، لكن كيف تعرف الوقفة الصحيحة إن أنا أقف يعني على شمال الحجر، على شمال الحجر، يعني أنا واقف يبقى أنا على شمال الحجر، الحجر على يميني، ما أقفش كده أهو، لا هكذا. وقال له عليه طواف العمر
القرارين، لكن المعتمد معنى طواف القدم بالنسبة لي يعني طواف تحية البيت. فطواف العمرة يقوم مقام تحية البلد، يقف هكذا علشان يمر الحجر على جميع جسمه، وكذا يبدأ العمرة، يبدأ طواف العمرة، ثم يقول بسم الله الله أكبر ويشاور عشان يستحام، وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتاب ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ الخطوة هكذا. يبقى كده إيه؟ بدأ إيه؟ يطوف. هنا قد يعني هو واقف هنا أو هو داخل الحرم ينطبع زي ما قلنا إيه؟ يجعل الإحرام تحت الوضع، يكشف الكتف، الكتف الإيه؟ الأيمن، مع بداية الطواف أو دخول الحرم عشان ما ينساش. ثم يجعل البيت عن اليسار ويبدأ إيه؟ يبدأ. لأن الحكمة في ذلك أن الكعبة تكون جهة القلب، لأن هذا بيت الرب، يبقى القلب يكون جهة بيت الرب أقرب إلى القلب. أحسن واحد يقول طب مش بنلف ليه كده؟ هنا الطواف بالذات يكون على يمين البيت، يبقى أنت على يمين البيت، هذا بيت الله، أنت على يمينه وهو على يسارك جهة القلب. هكذا قال ايه العلماء. الحكمة من ذلك يعني يكون بيت الرب اقرب الى ايه؟ اقرب الى القلب. ثم يبدأ في الطواف. لما قام سيدنا ابراهيم هكذا كان في الاول بن لاصق بالكعبة، حتى في حجارة سوداء مكان الحج، مكان المقام، المقام ده يعني الحجر اللي كان سيدنا ابراهيم يركب عليه وكان بيطلع بيه وينزل وهو بيبني البيت زي المسلسل يعني، حتى رجليه معلمه فيه. فسيدنا عمر بيجي بيعوق الطائفين فنقله الى هذا المكان. سيدنا عمر رضي الله عنه كان الملك سعود او الملك فيصل كان عايز ايه؟ ياخر تاني الوضع. الشيخ الشعراوي كان هناك في ام القرى استشار قال لا لا سيدنا عمر عمل هذا، لكن انت لا يجوز لك ان تنقل المقام مره اخرى حتى لا يكون العوقه في يد الملوك، كل واحد ياخذ فيه وبعد كده شويه يقولوا خلوه بره. فهذا كان لا يجوز. حتى سيدنا الشيخ الشعراوي لما رأى سيدنا عمر رضي الله عنه شكرني على هذا، على هذا، على هذه الفتوى وهذا الاجتهاد. شكرا سيدنا عمر رضي الله عنه لان الفتوى صحيحه، لان كده يبقى لعبه ليه؟ للحكام اللي يقبلوا في الايه؟ في الاثار الشرعيه. فلو انسان عدى من هنا ماشي، عدى من هنا ماشي، يعني يجوز انه يعدي من بعد المقام او من داخل المقام. المهم يعني ان هو ايه؟ اهم شيء من شروط صحه الطواف خروج جميع الجسم عن الكعبة. تنبيه مهم جدا، اوعى وانت طائف تحط ايدك على الكعبة طول الطواف، خليك بعيد، لان من شروط صحة الطواف خروج جميع الجسد والبدن عن الكعبة. فاللي بيحط ايده جوه، اللي بيحط ايده على الكعبة بيدخل ايده داخل الكعبة. ليه؟ لأن في حوالي 60-70 سم دي من البيت يسموها الشازروان، اللي هي الركيزة اللي في جذر الكعبة دي من البيت. فأنا لما أحط إيدي على الكعبة يبقى ذراعي ده دخل فين؟ في هواء الكعبة. دي مهمة جدا، لأن أنت زي ما أنت شايف تلاقي الناس حوالين الكعبة في الطواف والطواف. المهم ان ده طواف ايه؟ اي طواف، سواء طواف تحيه او طواف عمره او طواف قدوم او طواف ركن او طواف وداع، المهم الناس وهم يطوفوا حاطين ايديهم على الكعبه، فده طواف باطل.
ايوه يعني انت بعدين بروح عند الكعبه وتبرك بيها من غير طواف، يعني بروح عند الكعبه واحط ايدك عليها وبتعمل من غير طواف بعد ما تخلص. لا عشان الناس ماشيه من غير فكر، الناس رايحه تعمل من غير فكر، لكن الانسان في شروط، شروط صحه، شروط صحه، يعني لازم تاخد بالك منها عشان الامر ايه صحيح. وانت بتطوف سواء طواف حي طواف تطوع يعني او طواف عمره او طواف حج او طواف وداع، دايما تبعد عن ايه؟ تبعد، لابد ان تبعد عن الكعبه، وخصوصا الناس اللي هم ايه؟ بيحبوا يطبلوا الحجر، يجي عند الحجر بعد ما يلف تلقاه يركب على الشازلونج وياخد دوره يقبل الحجر. ده برضه طواف باطل، يعني بيعمل سنة ويبطل ركن أو بيبطل فرض، هذا جهل. أنت عايز تقبل الحجر تعالى من غير طواف قبل الحجر، أو في بداية الطواف قبل وبعدين ابدأ الطواف، قبل على أي طريقة، أو بعد ما تخلص مثلا العمرة وتعالى تقبل الحجر. يعني تقبل الحجر في أي وقت، في أي وقت تبرك بيه، بس لكن اهم شيء توافق يكون ايه؟ يكون صحيح، لان الطواف ده مترتب عليه صحه السعي بعدين، لان شروط السعي، من شروط السعي ان يكون بعد الطواف صحيح، فاذا بطل السعي بطل الطواف بطل السعي تبعا له. ف يعني بطلان هنا هو ايه؟ لركنين مش ركن واحد. كذلك بالنسبة للحجر، حجر سيدنا إسماعيل، حجر سيدنا إسماعيل ده يعني طوله 8.5 متر، منه 3.6 متر من الكعبة، يعني حوالي ست، يعني هو ده 8.5، 5.5 ده كان مكان مربط غنم سيدنا هاجر وسيدنا إسماعيل، 5 متر، لكن 3 هم تحت جدار الكعبة دول من البيت، يعني من صلى في الثلاثة متر دول كأنما صلى داخل الكعبة. نص حديث البخاري سيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أريد أن أصلي داخل الكعبة. طبعا الكعبة الباب حوالي 2 متر ارتفاع، السيدة عائشة في الشتاء طبعا تطلع عشان تخش جوه الكعبة، فقال لها صلي في الحجر فإنه من البيت، فإن العرب أو أهل الجاهلين لما بنوا البيت قصرت بهم النفقة، جمعوا نفقة من الحلال فلم تكفي لإيه؟ لبناء الكعبة، فاختصروا منها 6 أذرع فهي من البيت، قال لها صلي في الحجر فإنه من البيت، لكن لما تيجي تصلي ما تصليش لورا، يعني هنا في 3 متر وهنا له 5.5، فأنت ما تخشش هنا في الإيه؟ لورا، 5.5 لورا دي، لكن أنت تصلي دايما تحت الجدار على طول، تحت الميزان، في ميزان من الشام العراقي في مجرى كده بينزل الميه من فوق الكعبه اسمه الميزان، معمول من ذهب، انت تحت الميزان وتصلي، يبقى انت كده صليت فين؟ صليت داخل الكعبه كما امر صلى الله عليه وسلم السيده عائشه رضي الله عنها. لكن لو دخل الطائف، يعني ليك الجو رايق مثلا، راح داخل من باب وخرج من الباب الثاني، يبقى بطل الشروط. السبب ايه؟ الدخول داخل الكعبه. يبقى فقط شرط من شروط الصحه وهو ايه؟ خروج الجسم كله خارج البيت. فلما يخش هنا السر هو ايه؟ دخوله داخل البيت، يبقى لم يطف حول الكعبه وانما طاف في الكعبه. دخلها. يبقى كده ايه؟ طواف باطل، بطل الشوط.
بالنسبة للرمل في أشواط السلاسل هو في طواف العمرة والإفاضة أي طواف وراء ساعة يستحب الرمل. طبعا في الازدحام الشديد الرمل مستبعد لأنك أنت ماشي يعني يعني ماشي بتحذر كمان من الضغط عليك. لكن لو مثلا عملت عمرة في وقت قريب يبقى يجوز انك انت يستحب لك ان ترمل. الرمل ليس الجري او توسيع الخطوه لا، وانما الرمل كما يقول العلماء الاسراع مع تقارب الخطى مع هز الكتفين. يعني كده اهو هذه الاسراع مع تقارب الخطى مع هز الكتفين هكذا. لكن ده كده يعني جاري تلاقي ناس بتجري كده حوالين الكعبه هذا جاري وليس لا مشي ولا سعي ولا هذا يجري. انما الرمل هو ده اللي كان يفعله الصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيطوفوا بسكينه وهدوء. فاهل مكه كانوا على الجبال بيتفرجوا عليهم في الفتح فتح مكه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أروهم قوة أروهم من أنفسكم اليوم قوة أو رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم قوة. فالطبع هو صلى الله عليه وسلم الطبع يعني أظهر الكتف اليمين وأخذ يرمي صلى الله عليه وسلم. فقالوا طبعا ده بوحي الكلام ده بوحي يعني الاتباع والرمل ما كان بوحي سيد جبريل امره ان يتبع وان يهرب عشان يري المشركين القوه. فقالوا هؤلاء الذين تقولون انهجتهم حمى يسر والله لكانهم كالاسنان او كالجن يعني يعني اقوياء يعني لا يزالون اقوياء ولم تنهكهم من الحمى. ده يعني الحكمة في الاتباع والرمل هذه الحكمة. طيب الوقت أنا بطوف مسألة مهمة وأنا يعني شكيت في الطواف طفت خمسة ولا ستة هو ماشي لوحده أحيانا بينسى أنا خمسة ولا ستة والله أنا مش عارف. يبقى يبني على اليقين ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس قال الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. يبقى ما دام الطواف الصلاة أو الطواف صلاة يبقى يأخذ حكم الصلاة. أنت لما تقول صليت ثلاثة ولا أربعة تبني على اليقين تقول صليت ثلاثة تجيب الرابعة. هنا أربعة ولا خمسة يبقى أربعة وتجيب ثلاثة. خمسة ولا ستة يبقى خمسة وتجيب السادس والسابع. تبني على الإيه؟ تبني على الأقل كالصلاة سواء بسواء. طيب مسألة ثانية احنا قلنا الطهارة في الصح انتقض الوضوء. جيت عند مثلا الرجل الشامي أو اليماني انتقض منك الوضوء ماذا تصنع؟ يبقى تخرج وتتوضا مثلا من اقرب مكان من زمزم او تخرج خارج الحرم تتوضا وتعيد هذا الشغل اللي حصل فيه اللي حصل فيه الحدث. لا يعيد من هنا يعيد من الحجر. ده رايي طبعا الامام الشافعي واحد من عندنا احنا في المالكيه والحنفيه قالوا يعيد من اول الطواف. لكن هذه صعوبه يعني فيها شده. أنتم خليكم على رأي الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهما قال يعني يبني على الأشواط الصحيحة يعني طاف ثلاثة وجاء الرابع انتقض الوضوء يبقى يخرج يتوضأ ويبدأ من الحجر يبدأ يطوف أربعة أشواط أخرى يبقى كده كمل الطواف صحيحا سليما لا نقص فيه. Thank you.
تنهي مسائل اللي هي يعني شروط صحة الطواف الزاني، وقالوا انه يكون داخل الحرم، هو داخل الحرم يعني ما حدش يقدر يطوف طبعا خارج، ان يكون داخل الحرم، فهو طبعا لا شك انه داخل الحرم. اما الذكر في الطواف فهذا يعني افضل الذكر فيه احب الكلام الى الله اربع: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني يخلي اكثر ذكره بهذا، ثم يدعو بما احب كما يقول اهل العلم، الا عند الركن اليماني. احنا نسينا حتى في الركن اليماني مستحب، بس اللي هو ايه الركن اليماني ده اللي قبل الحجر، يستحب لو انت بدأت تقول الله اكبر تمسح بايدك، يقول لك يستلم باليد، والحجر يستلم بالفم. هنا في كده حتى ظهر الكسوه، لو الانسان قدر يوصل فيها. اما اذا ليه عظم حليم واستحاب شديد عليها، يبقى يكفي ان يقول الله اكبر ساعه يجي عندها، يقول الله اكبر ويعدل كل شهور يكمل. لا، ما هو دي عندي سنة، هي سنة التقبيل. بس هنا يعني العلماء يقولوا إن الإنسان يعني يقول الله أكبر وينتصر ويمشي. حتى الشيخ بدر بن عمرو قال عند يعني مس الركن اليماني أو تقبيل الحجر، قال لا يمشي وهو إيه حان، عشان برضه يبقى راسه مش داخل الكعبه. يعني يمس الركن اليمين وينفصل، ثم يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه من اول اليماني لغايه الحجر، يدعو ويقول ربنا، كان صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ولو وصل للحجر وقبله قال لا يسير حتى ينتصر قائما، لانه لو مشى وهو حالي في واحد قبله مش كده، كان يكون جزء اعلى داخل هواء الكعبه، يبقى لم يخرج جسمه كله خارج جسم الكعبه. خلي بالك يعني شوف الاشياء دي قليل جدا من يعرفها قبل الذهاب الى هناك. ولذلك لو بحثت وغربلت تلاقي معظم الناس طوافهم غير صحيح. شوف السله، نعم شوف السله بيأتيها عند الحجر الاسود. طيب عند الحجر و الشوط السابع لازم يكون، ما احنا قلنا بدايه ونهايه، لو خرج قبله نقص السابع، يعني بعد ما يعدي على الحجر يبدا ايه يخرج لبره، يعني بعد ما يعدي عشان بسم الله الله اكبر، يبقى كده انتهى الشوط السابع. ايه اللي يجي بعده؟ صلاه الركعتين خلف مقام سيدنا ابراهيم. نعم؟ قيمة الصلاة من الصلاة. أنا ما عليك الشوط. بالنسبة لإقامة الصلاة وتوقيت الصلاة في أول شوط، في الثاني، في الأخير، في قبل الأخير، يقف في مكانه ويصلي ويكمل من مكانه. ده الرأي الراجح يعني. إنه ليه؟ لأنه قطع الصلاة بصلاة. لأن الطواف صلاة، قطعها بصلاة. يبقى عبادة قطعت بعبادة. لأن برضه من شروط صحة الطواف طبعاً الموالاة. الموالاة بمعنى إنه إيه؟ ما يسعش الشوطين، ما يطرش الشوطين أو ثلاثة وحجاعة. إلا إذا كان مريض. إذا كان مريضاً يجوز إنه يستريح. سيدنا عبد الله بن عمر لما كان كبر يعني كان يعني يطوف مثلا ثلاثة أشواط أو أربعة ويجلس، ثم يقوم ويكمل. فالمريض يجوز أن يقعد في الطواف وفي السعي، لأن الموالاة مع القدرة، لكن إذا عجز تسقط الإيه؟ إذا تعذر الأمر سقط كما يقول أهل العلم يعني. فالطواف من شروط صحة الموالاة، من شروط صحة الطواف، أن يعني
واليا الطواف ويوالي بين الطواف والسعي. انقدم يعني إن كان متعب ومجهد يستريح ويكمل. بعد يعني لو هو هيصلي يبقى نهى صلى الله عليه وسلم عن كشف الكتف في الصلاة. خلي بالك يعني انت بالطبع لما تيجي تصلي تغطي ايه؟ كتفك. وبعدين تكشفه بعد ما تصلي وتكمل الطواف. بعد ما تكمل الشوط السابع تأتي إلى ايه؟ خلف مقام سيدنا إبراهيم بس ترجع لورا بعيدا عن الطواف. ليش الإنسان وسط طائفين لأن ده بيعطل الطواف ويعرضه للموت، لأنه لو الناس وقعت عليه يموت تحته خصوصا في الحج بالذات. فهو الإنسان يرجع لورا حتى ولو لآخر الحرم، ولو لم يتمكن يصلي في الجهة دي يصلي في أي مكان حتى ولو قرب الصفا. المهم أن الركعتين يعني يصليهما، لأنه برضه عندنا احنا واجبتان، عندنا وعند الحنفيين واجبتان، هاتان الركعتان، لو نسيهما عليه دم عندنا، المالكية والحنفية، وسنة عند غيره، برضه يصلي يقول يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ويدعو بعدهما، لأن يجعله حجا مبرورا، وشهدا مغفورا، وتجارة لن تبرر، لأن الدعاء برضه عقب طواف سنة مستحبة مستجاب الدعاء. بعد الانتهاء من الطواف سبعة أشواط يشرب من ماء زمزم كما فعل صلى الله عليه وسلم. بعد انتهى من الطواف شرب من ماء زمزم، وقال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع الرمل قطعه الله. وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. هزمة جبريل يعني ضرب سيدنا جبريل بعقبه الأرض فنبعت إيه؟ زمزم. وأخذت السيدة هاجر تقول لها زمي زمي يعني تجمعي تجمعي، قال ولولا انها قالت لها ذلك لكانت زمزم ماء معين، يعني كان هيملى الوادي. لولا انها جمعتها في هذه المنطقه فقط لا تتجاوز. طبعا يعني الكرامات ماء زمزم لمؤلف فيها كتب، كرامات ماء زمزم يعني شفاء حتى من الأمراض الخبيثة. في قصص مكتوبة في هذا على حسب نيتك. طبعا كل ما يعني تنمية كل ما تشرب تنمي نية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهانذا أشربه لعطش يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. طبعا هو بيعلمنا رويان رويان صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا بيعلمنا احنا كيف ننمي. سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول اللهم اني اسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سيدنا عبد الله بن عباس كان يدعو بهذه الادعيه الاربعه، اللهم اني اسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. كل مرة الإنسان يشربه بنية، حتى لو شربته بنية لغيرك، بنية شفاء غيرك مثلا أو أي شيء. يعني امرأة كانت من بريطانيا وكانت حاجة في حزب العمل وحكت لها قصة، قالت بنتي كانت مقعدة ولفيت بها العالم وما جبتلهاش شفاء، فبعض اهل العلم ارشدها الى ايه؟ انها تحج بها، تتأمل
انها تحج هي وتشرب لها الماء زمزم، لان البت غير صالحه انها تحمك. وطبعا النساء يعني فيهن عقائد يعني عجيبه. فذهبت المراه واخذت تشرب الماء زمزم ثلاثه ايام متواليات ان ربنا يشفي بنتها، وتقوم تمشي على اقدامها. فبعد ثلاثه ايام اتصلت بالبنت وقالت لها انت عامله ايه؟ قالت لها انا الان بقوم امشي واروح افتح الباب للي يطرق الباب. فبنت شفت حاجه؟ قالت لها انا ليا ثلاث ايام في المنام الاقي واحد جايب لي كوبايه كبيره ميه مليانه ميه وبيكبها في بطني لغايه ما بطني تتملي. الميه اللي بتشربها امها بينقلها الملك ويفضيها في بطن البنت. فالبنت قامت مشت. دي حكاها يعني الحاج عبد الحميد بركات كانت معانا هذه المرأة، وهي اللي حكت له بلغتها يعني امرأة بريطانية يعني مش ليست من العرب أصلا. لكن كل ده طبعا يدل على كرامة ماء زمزم. ماء زمزم لما شرب له، دي عاد شربته يعني لغيرها، لكن هو لما شرب له سواء لك او لغيرك. فالانسان دائما يعني كل ما يشرب، وخاصة عاد لو جمع كما يقول الشيخ ابن القيم، لو جمع بين فاتحة الكتاب لأنها شفاء من كل داء. قال مكثت في مكة سنين طويلة، كلما مرضت أخذت شربة من ماء زمزم وقرأت عليه الفاتحة سبع مرات وشربت. قال لم أحتج معها إلى طبيب، مع زمزم، مع قراءة الفاتحة، لأن فاتحة الكتاب شفاء من كل داء كما قال عليه الصلاة والسلام، وماء زمزم لما شرب له. أنت ربك لو عندك أي شيء، أي مصلحة أو تريد قضاءها أو أي مرض تريد شفاءه، يعني تأخذ شرب وتأخذ كوباية الله وتقرأ عليها الفاتحة سبع مرات وتشرب. لك أو لولدك أو لبنتك أو لامرأتك أو لجارك أو لصديقك. لما شرب له؟ لما شرب له؟ برضك يعني علشان الانسان ياخذ باله، لانه الناس بتفكر ان ده ميه عاديه الواحد حاطينها علشان العطش ويشرب وخلاص. لا، لكن دي من ضمن سنن الطواف، سنن ما بعد الطواف. فكان صلى الله عليه وسلم دائما عقب كل طواف يشرب من ماء زمزم قبل الذهاب الى السعي. يبقى انتهينا من الركن الثاني من أركان العمرة، وهو الطواف بالبيت سبعة أشواط. يعني لابد من اليقين أنه طاف سبعة أشواط داخل الحرم حول الكعبة لا فيها، ولابد من طهارة الحدث وطهارة الخبث، ولابد من بداية الحجر ونهاية الحجر. لو نقص خطوة لكان الطواف باطلا. ثم بعد ذلك يذهب إلى السعي بين الصفا والمروة. لو أراد أن يستريح يجوز له أن يستريح. لأنه برضو عند الإمام الشافعي وأحمد الموالاة بين الطواف والسعي سنة. فلو واحد معاه واحد مريض مش هيقدر يسعى بعد الطواف، يريد الراحة ساعة اثنين ثلاثة آخر النهار جاهز، عشان تبقى المسألة بعقلية. هو المالكية والحنفية هم اللي قالوا يعني عقل الايه؟ الطواف وجوبا، عقل الطواف وجوبا، لكن عند الإمام الشافعي أحمد قال سنة. الموالاة بين الطواف والسعي سنة، وخاصة عند الضرورات تكون يعني تبيح الايه؟ المحظورات. حتى لو انت سليم لكن معاك ناس مرتبط بها مريضة،
يجوز ان انت تبقى معه حتى ايه تطوف وتسعى به كما طفت به. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى الصفا وقف عليه وقال ابدأ بما بدأ الله به، وفي لفظ ابدأ بما بدأ الله به يعني اخبار او امر، الروايتان صحيحة. ابدأ بما بدأ الله به او ابدأ بما بدأ الله به. الله تعالى قال ان الصفا والمروة من شعائر الله، يبقى يذهب الى الصفا لانها اقرب مكان للحجر يعني قصاد الحجر على طول يذهب الى الصفا، ويستحب الصعود طبعا على الحجر ويستقبل الكعبة يعني يقف بحيث يكون متجه الى الكعبة ثم يقرأ الآية كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصفا والمروة من شعائر الله، يعلى صوته باقي الناس يقول ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه وخلصنا له الدين ولو كان الكافرين. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. ثم يقول الله اكبر الله اكبر الله أكبر ولله الحمد، ثم يدعو ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، ثم يقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ويدعو الله تعالى بما يفتح الله به عليه، ثم ينزل إلى المروة حوالي 400 متر ما بين الصفا إلى المروة، 400 متر بالضبط يعني. بعد ما ينزل من الصفا بحوالي 30 40 متر تبدا الهروله. هم دلوقتي عاملين في السقف يعني نيون اخضر، كان في الاول عاملين علامه بدايه ونهايه 150 متر الهروله بين الصفا بين الميلين الاخضرين 150 متر. بعد حوالي 50 متر من بداية الصفر يبدأ يهرول المرأة فقط، الرجل فقط، والمرأة تمشي مشيا عاديا يعني نفس الهرولة اللي كانت أو الرمل كذلك بين الميلين الأخضرين أو المنطقة اللي هي 150 متر دي برضه إيه يعمل كده ما يجريش، لأن أنت هتلاقي ناس بتجري لا، وإنما يقوموا قالوا الخطى مع عز الكتفين لغايه ما يعدي ال 150 متر، ويقول كما كان صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكبر، يكرر هذا الدعاء الى ان يصل الى اخر العلامه الخضراء، ثم يمشي مشيا بسكينه ووقار كما كان في الطواف. ونفس الأدعية والأذكار في الطواف هي نفس الأدعية والأذكار في السعي. ويحذر الإنسان الحاج إن هو يعني يتكلم وهو طائف وهو ساعي، في ناس يعني حكاية رايح وحكاية جاي، حكاية رايح وحكاية جاي، سبحان الله كأنه هو جاي هنا يحكي. لا دي اماكن للدعاء، الانسان يدعو الله تعالى، الساكت احسن من المتحدث.